مجهول شديد الخطورة، لا مفر من حدوثه، وليس لدى العالم ما يلزم لمواجهته. موجود على لائحة أصدرتها منظمة الصحة العالمية منذ 2018 تحت اسم المرض إكس. فهل نحن مستعدون له؟ أكبر خطر وجودي يهدد البشرية. ما الذي يخطر ببالكم عندما تفكرون في أمر كهذا؟ نيزك؟ كارثة طبيعية؟ حرب عالمية أخرى؟ إذا نظرنا إلى قائمة وضعها باحثون عن المخاطر التي يحتمل أن تقضي على ملايين البشر، سنجد من بينها التغير المناخي، أسلحة الدمار الشامل، النيزك بالفعل، وأمر آخر حدث في الماضي مراراً. هل بإمكانكم تخمينه؟ وباء عالمي. Nobody's ever seen anything like this. We're 200 dead. It killed up to 100 million. عزلة تامة منذ ما يقرب من شهر. عن حروبنا مع الأوبئة سنتحدث. القصة معروفة، تبدأ بارتفاع مفاجئ في حالات الإصابة بمرض ما ضمن منطقة جغرافية صغيرة، فيسمى ذلك تفشياً. أحياناً ينتشر المرض ضمن منطقة جغرافية أكبر، فنسميه حينها وباءً. أما إذا استفحل في دول وقارات عديدة وربما نتجت عنه اضطرابات اجتماعية واقتصادية، فهنا يصبح جائحة. سبب كل هذا؟ الأمراض المعدية، اضطرابات تسببها كائنات مجهرية كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات أو الفطريات. عادة تنشأ الأوبئة من عدوى تعرف بزوناتيك ديزيزز، أي الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. السيناريو كالتالي: بيئة مساعدة على ظهور وانتقال الأمراض، وحيوان يؤوي عنصراً بيولوجياً مسبباً للمرض. يحدث اتصال بينه وبين إنسان مباشرة أو عبر كائن وسيط، فينتقل العامل المسبب للمرض من مضيفه الأصلي ليصيب المضيف الجديد. يصطدم بحواجز بيئية وجينية تجعل من فرصة انتقاله بنجاح أمراً نادراً، لكن أحياناً ينجح في التكيف والارتباط ببيئته الجديدة فيتكاثر وتحدث العدوى. لكن على أي أساس نقول إن هذا الوباء أخطر من ذاك؟ الحقيقة أنه لا يوجد مؤشر ثابت، لكن هناك معياران مهمان لفهم الأوبئة. الأول هو قابلية الانتقال. يحاول علماء الأوبئة معرفة مدى سهولة وسرعة انتشار مرض ما باستخدام ما يسمى بآرنوت، وهو متوسط عدد الأشخاص الذين يحتمل أن يؤدي لإصابتهم شخص واحد مصاب. المعيار الثاني هو القدرة على التسبب في الوفاة، وتقاس بما يسمى بCFR، وهي نسبة الوفيات التي يسببها المرض ضمن المجموعة المصابة. فيروس إيبولا مثلاً لديه معدل انتشار بين 1.5 و2.5، لكن معدل الوفاة من 25% إلى 90% من المصابين. فيروس كورونا في المقابل تشير التقديرات الأولية أن معدل انتشاره يتراوح بين 2 و6، لكن نسبة الوفاة بين 3 و4%. باختصار، كلما ارتفع المؤشران كلما كان الوباء أخطر. كل ما سبق معرفة جمعناها عبر السنين، فالبشرية لها تاريخ حافل بالأوبئة، والوباء الذي نشهده أو شهدناه مؤخراً ليس سوى جزء من إطار أكبر وأحداث تعيد نفسها. في القرن 14 كان الطاعون أو الموت الأسود انتقل إلى البشر عن طريق القوارض والبراغيث، ظهر في الصين وحملته طرق التجارة إلى الهند والقسطنطينية ثم أوروبا، وقتل ما يصل إلى 50 مليون شخص. في 1918 ظهرت الإنفلونزا الإسبانية التي أصابت ثلث سكان العالم، وفاق عدد ضحاياها قتل الحرب العالمية الأولى. اكتشفت في الولايات المتحدة ويعتقد أنها انتقلت من الطيور، ومعظم حالات الإنفلونزا اليوم تنحدر من سلالتها. في 2003 ظهر سارس في الصين، مرض تنفسي فيروسي يرجح أنه انتقل للإنسان عبر قطط الزباد، وشكل تهديداً عالمياً قبل أن تنجح جهود احتوائه. وما بين هذا وذاك واجهنا أوبئة أخرى مثل الإنفلونزا الآسيوية وإنفلونزا الخنازير والإيدز وفيروس زيكا وغيرها. دروس التاريخ علمت البشرية الكثير عن الأوبئة، فطورنا الحجر الصحي واخترعنا المجاهر والمضادات الحيوية واللقاحات، وبعض الفيروسات أصبح يسهل التعايش معها. إذن مع كل هذا التقدم، لماذا ما زالت الأوبئة تفتك بنا؟ منظمة الصحة العالمية أعلنت 5 حالات طوارئ عالمية خلال العقد الماضي، وباحثون وجدوا أن الأمراض المعدية أصبحت أكثر شيوعاً خلال السنوات 30 الماضية. السبب باختصار هو أن الإنسان مستمر في بناء مجتمعات
تجعل الأوبئة أكثر قابلية للحدوث. المزيد من السفر والتجارة والاتصال يسهل نشر الأمراض. الاكتظاظ السكاني وتوسع المدن بشكل عشوائي يعني ظروفاً غير صحية خاصة للفئات الهشة. الفقر والأنظمة الصحية الضعيفة تصعب الاستجابة المطلوبة لمختلف التهديدات. والتغير المناخي يسبب انعدام الأمن الغذائي وزيادة الأمراض المنقولة بالمياه وإضعاف المناعة العامة والتعدي على المجتمعات الحيوانية. لكن هل هذا يعني أن الوباء القاتل هو قدرنا المحتوم؟ تذكرون المرض أكس الذي أشرنا إليه في البداية؟ هذا المرض يمثل لحظة فارقة تنبأ بها العلم للدلالة على الوباء القادم. ليس فيروساً بحد ذاته بقدر ما هو تذكير بمجهول آت، لأن كل ما مرت به البشرية يؤكد أن هناك دائماً مرضاً سيظهر لا نعرف عنه الكثير، لديه إمكانية لأن يتحول إلى جائحة مميتة وله أثر اقتصادي واجتماعي بالغ. This is X is a concept. Let's say it's a place holder to know that we need to put efforts on in terms of research to get drugs and vaccine, let's say. البعض أشار إلى أن فيروس كورونا المستجد يحمل بالفعل هذه المواصفات، وحتى إن لم يكن كوفيد-19 هو المرض أكس، فإنه يبقى دليلاً على أننا غير مستعدين للمرض المنتظر أكس. لذا الهدف هو إعداد خطة لوقف الأمراض التي يمكن أن تسبب طوارئ عالمية. الاستعداد لهذا السيناريو قد يكون صعباً، لكنه ليس مستحيلاً، وهذا الرجل يؤكد ذلك. في 2017 قامت مؤسسة بيل وميليندا غيتس بالتعاون مع حكومات ومؤسسات أخرى بإطلاق الائتلاف من أجل الاستعداد للوباء. المهمة حشد خبراء لتطوير لقاحات ضد الأمراض المعدية الحالية والمستقبلية وتمكين وصولها للناس مع بداية التفشي. Takes years to build a new vaccine. But the scientific idea of these new platforms could radically change that. Gives us a chance of being able to respond in time when the next epidemic hits. الأوبئة لا تعترف بالحدود وتذكرنا دائماً بأن الاستعداد يجب أن يكون جماعياً بالاستثمار والتنسيق والشفافية الدولية. الدراسة التي أشارت إلى زيادة تفشي الأمراض المعدية في السنوات الأخيرة أكدت أيضاً أن التحسينات العالمية في الوقاية والعلاج أصبحت أكثر فعالية، أي أننا حققنا نجاحات خلال علاقتنا الطويلة بالأوبئة. فهل ننجح مرة أخرى؟ إذا كنتم تعرفون لحظات فارقة أخرى تسببت في تغيير مجريات كثيرة، اكتبوها لنا في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من القصص.